إذن مشاهدينا نبدأ بالخبر الأبرز، حيث أكد باريس سان جيرمان رسميا تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار. عقد اللاعب مع نادي العاصمة الفرنسية سيمتد لخمسة أعوام في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، يضاف إليها راتب اللاعب ومكافأة التوقيع على العقد. مسلسل انتقال نيمار لباريس سان جيرمان مر بمراحل عدة نسردها لكم في هذا التقرير. في مايو أيار 2013 نيمار لاعب لبرشلونة، وفي أغسطس آب 2017 نيمار لاعب حر. الشرط الجزائي، أو لنقل العائق الذي وقف حائلا أمام ضم باريس سان جيرمان للاعب البرازيلي، دفع رسميا، ومحاولة رابطة الليغا تأخير إتمام هذه العملية أيضا لم ينل من عزيمة الباريسيين في الإسراع بإنهاء الصفقة. محطات عديدة مر بها نيمار في الساعات الأخيرة، فمن زيارة خاطفة إلى بورتو حيث خضع للفحص الطبي هناك، إلى سعي فريق المحامين الخاص باللاعب لكسر عقده مع برشلونة عن طريق رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم. هناك تمت عرقلة العملية برفض الرابطة فسخ العقد عبر إيداع شيك. في هذه الحالة كان يتوجب على الناديين إيجاد حل آخر أو الدخول في مفاوضات رفضها سابقاً النادي الإسباني. ومع ضغوطات مارستها الرابطة الفرنسية لكرة القدم على نظيرتها الإسبانية مؤكدة دعمها الكامل للنادي الباريسي، تم الوصول إلى حل يقضي بدفع الشرط الجزائي لدى مكاتب نادي برشلونة. هنا انتهت القضية، ولم يتبقى للبي اس جي سوى رتوش قليلة قبل إتمام صفقة القرن. ولمناقشة هذا الموضوع معنا هنا في الاستديو ديدي دومي المحلل الفني لقنوات بي ان سبورتس. اهلا بك ديدي. مساء الخير. وينضم الينا ايضا من باريس محمد الوضاحي الذي نرحب به من جديد. محمد، هل من معلومات عن الموعد الرسمي لتقديم اللاعب للجمهور ولوسائل الاعلام؟ مساء الخير يحيى، مساء الخير او مساء الخير اسماعيل، عفوا، مساء الخير ديدي. الامور الان باتت كلها جاهزه لتقديم نيمار رسميا للصحفيين، سيكون ذلك غدا بعد الظهيره، حيث سيؤم قاعه المؤتمرات في البارك دي برانس عدد كبير من الصحفيين الذين كانوا ينتظرون ساعه الصفر منذ ايام عده، ويعدون الساعات ايضا مع عشاق المستديرين وعشاق البي اس جي هنا في فرنسا. كل الأمور تم ضبطها الآن، وحتى العائق الوهمي إن صح التعبير الذي كان قائما وتحديدا بسبب رفض رئيس الرابطة الإسبانية لكرة القدم تسلم صك أو شيك اللاعب الذي يحرره من البند الجزائي في عقده، قد تم حلها أخيرا، ولم يتبقى الآن إلا تقديم اللاعب رسميا للإعلاميين، وكل التحضيرات قد تمت وكل التفاصيل قد تم ضبطها، ولم يتبقى الآن إلا الإعلان الرسمي أو لنقل الاجتماع الثنائي بين رئيس باريس سان جيرمان ونجم النادي الجديد الذي اهتز له الشارع الكروي في الساعات الأخيرة إسماعيل. إذن الوضاحي، الآن نيمار أصبح أغلى لاعب في العالم، إن لم أقل أغلى رياضي، يعني 222 مليون يورو، رقم قياسي طبعا، لكن هناك من تحدث عن عائدات أو فوائد سيجنيها اللاعب نيمار وعن راتب خيالي، هل من معلومات حول هذا الموضوع؟ نعم إسماعيل، أنا أقول لك إسماعيل وأنت تقول لي الوضاحي. على كل حال إسماعيل، بالنسبة لنيمار الذي سيحل بباريس، هناك إجماع لدى الخبراء الاقتصاديين في المجال الكروي في فرنسا بأن هذا اللاعب سيأتي بثماره أيضا، وفي ظرف سنوات قليلة سيتمكن باريس سان جيرمان من تعويض ما دفعه في هذه الصفقة التاريخية التي تسمى هنا أو
يطلق عليها هنا في فرنسا يا إسماعيل بأنها صفقة القرن، اللاعب بما يملكه من عشاق ومن متابعين على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، اللاعب بما يمتلكه من صورة أيضا تبدو براقة وجذابة أيضا للعشاق سواء في أوروبا سواء في القارة الآسيوية سواء في أمريكا وأيضا في البرازيل، أكثر يعني عشرات الملايين من العشاق يتابعون هذا اللاعب. أيضا بالنسبة لشركات الإعلان سواء تعلق الأمر بالاتصالات سواء تعلق الأمر بالتجهيزات الرياضية أو حتى الطيران والسيارات كلها تعمل مع هذا اللاعب، إضافة إلى البريق الذي سيأخذه الدوري الفرنسي لكرة القدم والحقوق التلفزيونية وما سيضر على ذلك أيضا ليس فقط لباريس سان جيرمان ولكن أيضا للأندية الفرنسية الصغيرة التي تعاني اليوم، سيصير مردودها ومدخولها من حقوق البث التلفزيوني أعلى بكثير، إضافة طبعا إلى الحضور الجماهيري إلى الملاعب الفرنسية، الملاعب الفرنسية التي تم تجهيزها ليورو 2016 اليوم بات لها دور وستكون مكتظة بالأنصار. فقط غانغون الذي سيلتقي باريس سان جيرمان يوم الأحد المقبل الساعة 4 صباحا، كان أمس عشرات الأنصار يتواجدون بمحلات بيع التذاكر لخطف تذكرة لمشاهدة نيمار أين؟ في غانغون في هذه المباراة التي لم يكن يتوقع أحد بأنها ستكون ممتلئة المدرجات، لأننا نعيش شهر أغسطس كما ذكرت، وشهر أغسطس في فرنسا يعني العطلة والاستجمام والاسترخاء، ولكن رغم ذلك سيكون الملعب مملوءا عن آخره. فقط تذكير إسماعيل بأن هناك أيضا الجانب الرسمي الفرنسي السياسي وأيضا الاقتصادي الذي يرحب بهذه الصفقة، من بين التصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون أيضا وزير الخزانة الذي يرحب بهذه الصفقة. نعم إسماعيل. محمد سنتحدث عن هذا الموضوع لاحقا، نرجو أن تبقى معنا. وفي تعقيبها على القيمة المالية للبرازيلي نيمار، قال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد بأنها ليست قيمة باهظة، لأن نيمار من أفضل اللاعبين في العالم، كما أنه قوي على الصعيد التجاري. عندما دفعنا مبلغا كبيرا في بول بوغبا قلت وقتها انها ليست تكلفه باهظه، فالتكلفه الباهظه هي ان تحصل على مستوى معين دون النوعيه، لكن مع نيمار لا اعتقد ان تكلفته باهظه. ما يحدث الان هو ان هناك المزيد من اللاعبين يتجاوز سعرهم 100 مليون جنيه استرليني، والكثير يتجاوزون 80 مليونا، واعتقد ان هذه تعتبر مشكله. نيمار من أفضل اللاعبين في العالم وعلى الصعيد التجاري هو قوي جدا. أنهى ريال مدريد جولته الاستعدادية للموسم الجديد بفوز على منتخب نجوم الدوري الأمريكي بركلات الترجيح، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصيل للمباراة بالتعادل بهدف من الجانبين. مواجهة شهدت خوض الحارس لوكا نجل المدرب زين الدين زيدان أول مباراة له مع الفريق الأول. في شيكاغو ووسط أجواء رائعة حاول بطل أوروبا ريال مدريد تقديم أداء جيد أمام نجوم الدوري الأمريكي. بداية هذه المواجهة شهدت سيطرة ملكية، محاولة بالجملة، لكن لا أسينسيو ولا فاسكيز نجح في افتتاح التسجيل. أما القائد سيرخيو راموس فتصويبته لم تبتعد كثيرا عن مرمى الخصم. رد أصحاب الأرض جاء إسبانيا عبر دافيد فيا الذي استلم كرة ذكية من كاكا، لكنه أخفق أمام براعة الحارس نافاس. جوفينكو هو الآخر سدد كرة قوية من بعيد لكنها لم تأتي بالجديد. الجديد جاء عبر الشاب الواعد بورخا مايورال الذي منح التقدم للميرينغي بهذه الطريقة. شهية الريال بقيت مفتوحة وغاريث بيل كاد يضيف هدفا ثانيا عندما صوب كرة صدها القائم. وقبل دقائق فقط عن نهاية هذا الحوار عدل دومينيك دواير النتيجة لفريقه برأسية مباغتة. تعادل جعل الفريقان يتوجهان إلى ركلات الترجيح التي شهدت تألق الحارس لوكا نجل زيدان الذي ساهم بشكل واضح في فوز النادي الملكي.
تغلب مانشستر يونايتد بهدفين لواحد على سامدوريا الإيطالي في مباراة ودية احتضنتها العاصمة الأيرلندية دبلن استعدادا للموسم الكروي الجديد. 9 دقائق كانت كافية ليكسر بعدها هاريك مختريان حاجز التعادل مانحا التقدم للمانيو، وانتظر دينيس برايت إلى حدود الدقيقة 63 مدركا التعادل لسامدوريا. وقبل 9 دقائق من نهاية الوقت الأصيل للقاء نجح الإسباني خوان ماتا في خطف هدف الفوز لفريق الشياطين الحمر.